دولة الصومالية أو أي أفران تحي أوبشن كا جبهة لها إثيوبيا كدر راية أما جبهة لها كسو هرجيدة تلسكا إثيوبيا إن حرير للايا شو وينوفران تحي الباب نوفر ويلا وزميشا بضي دكد معها وحال سكوهست أقول هذا فهمين ماشا وحا كجرة إثيوبيا وحيرتها عيدا بض بيسوين ستيدا بض لحيل قول كاذي رتاني قاد تقالي بدو مصعد. إن دولة الصومالية أو أي أفران تحي. أوبشن كا جبهة لها إثيوبيا كدر راية. أما جبهة لها كسو هرجيدة تلسكا إثيوبيا. هدي السيدان إكوسي سعطو إن حرير للايا شو وي نوفران تحي. الباب نوفر وي لكن ولي ودا أسمان هذين رجو وين بقى لقى قبا. إن وحي أي حل اسمان بقى رجل لقى قبا. وأنت كوريس. لكن ودفرن أو صحة إن لقادو لقادو صحة للكل ما لتعيره لقرب استعجو لكن ومركا أي على ود ودنا أي سي ودان سكون الضيان وحي هيش سكوشجي إن أي هيرجريان أو أي حلقة صنع قان تي بي إف أو طبعا أي ولي سكو كعسين هين ما عملوا كنا بيه وحوشها من جرينا قانسي سانو هير اللي يلا وقادل وقادلنا أنا وهدا إثيوبيا يعني بربر كذا دن صومالية يجلس كأفريقا ومجر لكن حدي أي معارض كدولة الصومالية أي كو السودان أو كو حاسين في سالين تا وقول قصت كا وهذا هالشيء زيادة لسه هيدان أي كوسي السودان ووضن أفرو وتمشي عم بدي دكت معها وحال سكوست قال هذا دا فهمين ماشى وح كجرة أما نحركة هشيس كأم ويوغا للاقلي توبيا عدان ديبو نغونا لو كنت واني سديتي لكده بربرواتي شير لغسيه 90% وحي هورمارة دولد الصومالي وليد كمسوك كما هورمارة توبيا لان عيبي هاينا شاكل ما حي التواني سقالكي برسنتيج كدو بحسنوي والسيه بطلت هدي هدي دي كدربت وقفك دب أفكره صفة عن أفكره إيه هدا وحيرة يكون أذكرت مركز عن شهر فريسة إنه توبي وحيرة تا إذا بض بيسوين ستة يدهم بض لهين كل كذا يرى تاني قال تقال بدو مصعد دولة الصومالي وحيد جدا تانا ما هندكد إلا قصي وقوي الصومالية أما دكد إلا قصي وكفرت الصومالية أما برتمان الصومالية ما هن إنا جدا تاني وقاب قلاطي وما واي أي 90% دكد بربرو لغات ومال قشله محو مال قشن وي الله حتى وني حل بني ما يسبحن هي كو سوتاي اني بدان يدول كان قيب كميدا اي لو ريت وانا نك يراد بقول لا تمني دكلان ما هيس دكد جيبوتي ايا ولي انفراستراكشر له رايلويز ترينكا واخ كسته لو قاداي جيبوتي ماشي اوغو دوه دكد اي ماموليا ايا جيبوتي لغا دحسي هو ولبا جبن قيمة عنا آدو جبن ومصر تدكد حيو سعطها دحالك عنوك هذا دحالك ويلك هذا دحالك جيلش صوص على إني لو ريكتا ولي باش استراتيجيكا أو باب المندو باش ارتاوي زي العيه دي حالك أدونك كنترول كي صودا بداس مريكاس أدونك واحا مريا بدا عدها بغول كيبا إن بدا بامرا طبعاً عادها دون بقول كي تضوات المركز غارف وتقيب على إيران هذا وأصعد يوروبي مالها أصعد بقول كي بأفرتن بدأ عليها مالها كلا أصعد ماش هذا مري كاسير كهرب طيب يعني كنترول شو عيدا كده نص ما يصير عدي ده كده ربط عيدا بد نص ما يصير يوانا بلارا سو سودارا بلارا محوها رواندا بروندي كل وطن ما صنوا وحسن هاي عيدا بدأ دوس ما يصير مراكب بدأ دوس ما يصير وعي عيدا بدأ عادي تنزانيا استعمالان منباس استعمالان سنة بتقليها كل استعمالان هجيس بكل استعمالها ركوح على الديدية هاي دولة صومالية ديدتها مرة وماها تكد استعمال أركيد وحاوي برسنسية يعيدا كيرولك على لور هيقايو وللي مصبح من أولانك ربو إيه إدي هجيس القليس كنتو سنة كدب من أولانك ربو إيه قال هذا حالي يا كنتو سنة الأيان قرانتي هذا هاي سنة جيرش الصوص على وحي سنة سكك عنكري إن حد اللوس جيدا ما وكرو قبصنا هاي فاسبر كالكاسان طبعا انا كوكوبا هذا اللي كان على خلاص ما يستاهل
waxaa soo baxday warar la xiriira inaad dacwo ka gudbiseen qaar ka mid a diblomaasiinta soomaaliya jooga oo midow africa hogaankooda oo kamid yihiin qaybta amisom admisan iraado iyo safiiro kale ma jirtaa kastoo soomaali ahay wallaahi horta waxaa jira in soomaaliya dulqaadkeedii dowladda soomaaliya oo anaga wasaaradda arrimaha dibadda u nahay in dulqaadkeennii uu soo yaraaday ku saabsanaa safiir iska caytama ama dowlad waxaan munaasab ahayn iska samaysa ama magacii soomaaliya oo diyaaradii ku qorto waddan kale ama bannayso magaalo soomaaliya ka mid a sida adduunka looga dhaqma si ahayn u qorta waxaas dulqaadkeedii waa iska soo dhammaadeen muddo madaxa waa la raarciyey muddo waa lasoo afgabaadsaday muddo waa lasoo xishooday tabarteennoo iska yarayd iyo waxyaalo badanoo iska jiray laakiin hadda runtii ma jirto cid aan uga dulqaadanayno inay dalka soomaaliya kala qaybiso somalilan iyo soomaaliya laba dal ka dhigto cid aan ugu dulqaadanayno male cid tusaale xun iyo af xun kusoo taagta soomaaliya aan ugu dulqaadanaynaa ma jirto dhammaan safaarad inta iska shaqaysata say rabta iska yeesho oo waddankii iska calaanjisa waxaasoo dhan waa soo dhammaadeen marka arrimahaasoo dhamma way jiraan arrimsafiirka ingiriiska yaan dhaweyta sax way waxbaana kala gaaray laakiin hadda waa xalina arrintaas waana garabsaday isagaa la soo qorayba markii dambe marka wax go-aan oo hadda arrintaas ku wajahan ma jiraan oo dowladdu kagaashta koonayso safiirkaasi dowladdiisama jirto arrintaas way dhammaatay qof kastoo soomaali ah wuxuu maanta og yahay dowladaha dowlad aan daris nahay oo dowladaha dariska nahay ka mid ahay in ay heshiis sharci darro ah inay la gashay dowlad goboleed ama dowladda dowlad goboleed ka mida ama maamulada ka mida soomaaliya mid ka mid a oo ah somalilan kaas oo sheegaya ama ay tibaaxaya in dal soomaaliyeed qayb ka mid a in dowladdaasi ay si sharci darro ah inay leedahay waan qaadanayaa waa layga kiraynayaa waan qaadanayaa ciidan baan degsanayaa dekad baan ka dhisanayaa anaana samaysanaya ayagoo og weliba in maamulkaasi uu ka tirsan yahay jamhuuriyadda soomaaliya ayagoo og in dastuurka soomaaliya uusan u ogolayn arrimaha noocaas oo kale ah inay maamuladu ay ayagu ka taliyaan oo ka arrimiyaan ayagoo og in dadka soomaaliyeed ay muddo dheer ay ayaga laftooda ay jallenji iyo dhibaata ay usoo dhexaysa ayagoo og inay dadka soomaaliyeed aynan aqbali doonin dowladda soomaaliyeedna aysan aqbali doonin ayay arrintaas sameeyeen waxaanu geed walba geed dheer iyo geed gaaban u fuulay si nabada in ay saaxiibadeen uga laabtaan tallaabada sharci darrada ay qaadeen oo adduunka oo dhani la hadlay oo la keri laayahay oo loo sheegay waa sharci darro war waxaad u socotaani qaanuun kastuu khilaafsan yahay war waa gardarro laakiin ayaga ay weli diidan yihiin oo taliska adisababa ay diidan yihiin waa la socotaan arrinta halkaa maraysa ee adduunyadii oo dhan soomaaliya iyo adduunyadii oo dhan oo garab taagan iyo dowlad qaanuunkii caalamigaa jebinaysa ay inay meesha ay isku hayaan iyadoo sheekadu halkaa marayso waxaa nasiib darro ah inaynu si kale wax u akrinayno haddaynu soomaalina arrintaasi waxay u dhexaysaa ummadda soomaaliyeed oo dhan shacabka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ma jiro qof soomaaliya oo diyaar u ah ama raba dalkiisa inay dowlad kale qaadato ma doonaan qof raba ma jiro ma rabo qof doonayo oo soomaaliya ma jiro soomaalidu guud ahaan waxay ka siman tahay daljacaylka waxay ka siman yihiin waxa kaloo dhan wuu kala qaybin karaa laakiin mas'alada dalka kuma kala qaybsamaan mana ku kala qaybsamaan waxaan rabnaa marka arrinta noocaasa dadka soomaaliyeed saa u fahmaan arrintu waxay maraysaa soomaali oo dalkeedii difaacanaysa oo aan gardarro rabin oo nabadgelyo rabta oo weliba cid walba la hoostegaysoo leh war dowladdan halala hadlo iyo dowlad leh maya waxaas waxba kama jiraan meeshaan gariya gardarraba waa inaad isiiso ama sidii aan u saxiixday baad iigu dayn
أنا حرق بابن كوي منبا هو أي مريا لا بلاس أي مريسة أنت واحد كسر كياي أو سوماليس جيجيدته أو سوماليس في فيرستاه ماشاس بوس كماله بوس كماله تدك سوماليات مرحلة سوماليات سياسيين سوماليات وحن عطسنا هنا 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 خد ككبر من كل جيل هل كاسي واحد مريا ماش عاصي إنه كبر السبنا هي كل جيل واحد إنه هوست الصقرة أو إنه كلا قي قيبيا أو إذا هذا وحكي هذا كلا شري مشر دولة كلا أو عيدا كان سنة يس الصومالي مشر دولة نويد يستوي على عيدا ما كان سنة يس الصومالي مشر سيدا بقى مشر توبة سيدا بقى ده نويد يستوي لكن حق بانو لنا هاي أبان الصومالي نهاي وضر مرح بنام بان هاي هذان دولة كلا أو تجني أو عربات oo aan dhahray iyagana warna caawi waxaan caawinaysan waa idheen waadin caawinayna macnaheedu ma aha inaan dawlad kale ku duuleyna ma aha macnaheedu macnaheedu ma aha inaan ciidamo ay leeyihiin inta soo rarro Soomaaliya keenayna ma aha namay weydiisan annana ma weydiisan annagu waxaan u baahanahay taageero cidina siinaysan uga baahanahay hada iyagu nasiinayaan saaxiibadan horeba waa wax badan waa isla qabanay diyaar baan u nahay hana siyaan laakiin in dadka la misleading lagu sameeyo oo dhinac kale dadka loo gadiyo arintaas waa nasi darro dadka Soomaaliyeed odayaasha Soomaaliyeed siyaasiyiinta Soomaaliyeed ha ka xishoodaan inay isu jawaabaan ha ka xishoodaan in lagu ciyaaro mabaadi waaweyn iyo arimo khatar ah oo taagan in wax aan macno lahayn lagu ciyaaro dadka la dhexgeliyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ka daayaan odayaasha Soomaaliyeed ka daayaan kala qaybinta bulshada Soomaaliyeed iyo isku horkeenka dadka hal joojiyo hal laga waantoob dadka Soomaaliyeed waa inay saf waahida galaan hal saf galaan dalkooda wada difaacaan waxa la tahay taas qof Soomaaliya oo ka soo horjeeda ma jiro meel ka soo joogaba qof Soomaaliya oo diidan ma jiro laakiin dadka markay si qaldan wax loogu akhriyo dadka Soomaaliyeed ee qabyaalada la dhexgeliyo ee waxyaabo kale laga hadlo oo la istaataabto waxa ay naga dhumaaya ماشي يا رسولني ديدنا وافشلمي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم هدي لا قص خلافه ووحن معنا الحين اللي سكوا ذا خلافه سيد الله هاي الشيء واس خداس خلافتان وندم مل عادو مركب ودم بيسا فتفشلوا وافشل ما يسانوا الهين أودين لو يتجيسا خلاص بعد نقول هري بانو صار مري بقول شهر بارس خلافني بقول شهر بانو فشلني بقول شهر بأودين وتكتي بقول شهر بعادو ونخبصي هذا ما كسي ودنا ما لا سيوه دين واحد سومي استاكت تدك الصومالي تقول مقان قاريا نورت سياسي الصومالي تقول مقان قاريا أضيق الصومالي تقول مقان قارا تقول ما لقان قارا ممارك أدوك الروو تدك الصومالي وإن أي قان قارا وإن أي واحد فهمان وإن أي واحد كوهر يسم فهمان قف كستا وكال قيبين يدلك iyo dadka Soomaaliyeed oo qabyaalad ku kala qaybinaya oo masalax ku kala qaybinaya oo gobol ku kala qaybinaya oo deegan ku kala qaybinaya qofkaasi waa cadaw Soomaaliyeed waa cadaw hadaan maqasho waa kaan qof kasto oo dadka Soomaaliyeed midaynaya oo isu keenaya oo waxay wadaleey ka wada shaqeynaya oo dadka isu soo kaxeynaya oo soo oo walaaleynaya qofka waa qofka Soomaaliga ee xalasha ee saxdaana waa kaas shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dadka inay kala bartaan waxaan ugu baaqayaa inay aqleeyaan waxaan ugu baaqayaa in la isku dirin kuwa tarafka xuduudaha jooga iyo kuwa halkan jooga maanta oo xuduuda badda joogaay dalka isku sibay u jecel yihiin isku sibay u leeyihiin waa isku mid isku dareen waaye marka waxa waaye inay ogaadaan dalkeeda meeshu maray dalkoodu iyo waxa ka taagan inay ogaadaan guud ahaan dadka Soomaaliyeed kuwa xuduudaha ka baxsan iyo kuwa ku jiraba waxaan ugu baaqaynaa nabad waxaan ugu baaqaynaa deganaansho laakiin waxyaab markay joogto ay timaado dal markay timaado yaani meeshaas waxa waaye waa khad ahmar waa khad casayn oo tahay khad cad bas asbayn oo tahay